السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قالما، بالضبط بالمنطقة نتاع المدينة الجديدة عبد الحميد مهري التي تقع في القرب من مدينة قالما بجبل العنصل. هذا جبل العنصل اللي يقع بالقرب من مدينة قالما، أين يجري حاليا إنشاء مدينة سكنية جديدة أو قطب سكني. وإحنا رانا بصدد الوقوف على مشروع إنجاز 400 مسكن عدل، يعني البيع بالإيجار بصيغة عدل. إذن نلاحظ أن الأشغال راهي تقرب من النهاية، وإن شاء الله السلطات دير التهيئة، مش دير التهيئة تاع الحي، دير التهيئة تاع المدينة ككل ب يعني كل جوانبها، يعني المرافق اللي تمشي معها ولازم تمشي كل شيء مع بعض، لأن لا يتعب السكان عندما يجوا يسكنوا فيها، ما يكونش نقائص من ناحية المرافق، لازم كل المرافق تمشي مع بعض. نخلكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.